يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الكتب التي فسر فيها معنى الاستواء بالاستيلاء، وكذلك يفسر فيها بمعنى وحدة الوجود. السؤال: هل تنصحون طالب العلم بقراءة هذه الكتب والاستفادة منها؟ وما أفضل كتب التفسير التي تنصحون بقراءتها؟ أما الكتب التي فيها تأويل الصفات فلا ننصح للمبتدئ وطالب العلم المبتدئ أنه يقرأ فيها، إلا إن كان يبي يقرأها على العلماء من أجل يبينون له ما فيها من خطأ وصواب. أما أنه يقرأها هو بنفسه فقط فلا يجوز له هذا. أما العالم الذي يعرف فلا بأس أنه يقرأ هذه الكتب ويطلع على ما فيها من أجل أن يأخذ ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل، هذا يميز ويعرف. أما الإنسان اللي ما يعرف ولا يميز فلا يقرأ بالكتب اللي فيها تأويل للصفات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. وأما أحسن الكتب فهي كتب الخالية من التأويل، الكتب الخالية من التأويل التي تمشي على مذهب السلف، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وفي وقتنا الحاضر تفسير الشيخ ابن سعدي. هذه تفاسير قيمة جدا مفيدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه: ثم استوى على العرش، تفسير شيخنا الشيخ الشنقيطي أيضا تفسير جيد لكنه رفيع على المبتدئين، يحتاج إلى طالب علم. نعم.